تواجد الآن أسفل ما يسمى تبة صدام في مديرية باقم بمحافظة صعدة في طريقنا لمساندة أبطال الجيش الوطني الذي حققوا انتصارات كبيرة خلال اليومين الماضيين. هنا أمامنا التبة الحمراء كما تشاهدون، سيطرت عليها قوات ووحدات اللواء الخامس، مجموعة خاصة عملت على دحر عناصر ميليشيا الحوثي من هذه التباب والمرتفعات. كما تلاحظون هنا يقع خلفي إحدى الدراجات النارية لعناصر ميليشيا الحوثي التي كانت تستخدمها لإخلاء عناصرها، كذلك تستخدمها في إيصال التعزيزات لأفرادها بعد أن أصبحت حركتها صعبة هنا في هذه الأماكن، وحركة ألياتها إثر استهدافها من قوات التحالف العربي بمقاتلة F-16، كذلك مقاتلة الأباتشي وقوات الجيش الوطني عملت على استهداف عناصر ميليشيا الحوثي. هنا قتل قرابة 6 من عناصر ميليشيا الحوثي. هذه إحدى الدراجات، كذلك هنا على يساري تقع دراجتين تم إتلافها ومسرع كل من كان على متنها. زميلي المصور الآن نقترب لنصور أكثر ونضع السادة المشاهدين في 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 في, في 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 المشهد الصحيح وما يدور في هذه المناطق. أعزائي المشاهدين، إذن كما تلاحظون هذه دراجتين وتم قتل قرابة 6 عناصر من ميليشيا الحوثي، كذلك تقع خلف هذه التبة 5 دراجات نارية تم إعطابها من قبل قوات الجيش الوطني. ننتقل الآن إلى أحد المواقع المتقدمة لنوضح أهميتها الاستراتيجية ولنلتقي ببعض القادة الميدانيين في الصفوف الأمامية. في طريقنا إلى الأماكن التي تم السيطرة عليها وجدنا هذه العبوات التي تركتها عناصر ميليشيا الحوثي، وهي عبارة عن صواريخ قذائف أو صواريخ موجهة، لا ندري ما نوعيتها وماهيتها. كذلك هنا هذا الخزان الذي كانت تستخدمه عناصر الميليشيا كمخزن للتموين للقات للدخان للمشروبات الغازية، تركته الميليشيات خلفها وفرت. قوات ووحدات الجيش الفريق الهندسي تحديدا انتزع عشرات بل مئات الألغام من هذه المواقع، سواء منها الفردية أو ألغام العربات. وصلنا الآن بالقرب من خطوط التماس، كما تشاهدون مدفعية الجيش والتحالف تعمل على استهداف عناصر الميليشيا المتواجدة في هذا المكان، في هذا المكان المنخفض. في الأثناء كذلك نسمع مقاتلات التحالف تحلق لتستهدف بعض التعزيزات. كما تشاهدون أنا أقف في هذا المكان بكل أمان بعد أن قامت وحدات الجيش الوطني بتأمين هذه المناطق. هنا يتواجد أفراد الجيش الوطني أثناء انتقالهم إلى قمة التبة والمرتفعات. هذه تبة البركان وهذه تباب ومرتفعات هنا مؤدية إلى آل صبحان. هنا أمامنا أبواب الحديد، سننتقل لنأخذ صورة أوضح وأشمل لهذه المناطق والمرتفعات. هذا سجن، سجن، هذا سجن عمل. نحن الآن ندخل إلى أحد الجروف أو الخنادق التي كان يتحصن بها أحد عناصر الميليشيا. هذا هو الممر الوحيد كما تلاحظون. زميلي المصور الآن يقترب بالكاميرا أكثر لننتقل إلى داخل الجرف. زميلي المصور يقترب أكثر ليضعكم في الصورة. هنا كان به تموين وبعض خزائن، بعض الذخائر والتي هي عبارة عن صندوق ذخيرة قناصة. بعد أن تم قتل هذا القناص تم الاستحواذ على سلاحه وقناصته. كان من هنا يستهدف قوات الجيش الوطني في تبة صدام، أو التي تحاول التقدم عبر هذه السائلة للسيطرة على التبة الحمراء. كذلك هنا كانت يتواجد بعض عناصر الميليشيا قبل أن يتم دحرهم من هذا المكان.
وصلنا الآن أنا وزميلي المصور بعد أن اجتزنا مسافات كبيرة وقطعنا عشرات مئات الأمتار أو قرابة 3 إلى 4 كيلو إلى أعلى قمة سيطرت عليها وحدة خاصة من اللواء 5 حرس حدود التبة الحمراء ما يسمى بالتبة الحمراء. نحن الآن نقف على في أعلى هذه القمة، يقع خلفي هنا كما تشاهدون تبة البركان وهذه المرتفعات الجبلية الكبيرة. هذه التبة استراتيجية وهي مهمة بالنسبة لعناصر الميليشيا، كذلك مهمة بالنسبة لقوات الجيش الوطني، وسنتحدث عن أهمية الاستراتيجية مع الغد الميدانيين. هنا أيضا كما تشاهدون في الصورة يقع الجبل الاستراتيجي المهم، جبل الشعير يقع خلفنا تماما. هذه المرتفعات أيضا هنا سيطرت عليها قوات الجيش الوطني قبل فترة قليلة، تبة صدام، وهنا تبة العسولي، وهذه التبة السوداء كذلك أيضا عبرت السائلة قوات الجيش الوطني. هنا كانت تتخندق عناصر الميليشيا وقد عملت على حفر خنادق وأنفاق كبيرة كانت تتبترس فيها، إلا أن عزيمة وصلابة قوات الجيش الوطني استطاعت اجتيازها. أيضا هنا يقع ما يسمى لدى أهالي صعد ظهر الحمار أو جناح الصقر، وهي سلسلة جبلية كبيرة يمتد لقرابة 3 إلى 4 كيلو يسيطر عليها قوات الجيش الوطني، منها يسيطر نظاميا على خشبان ومناطق مطلة على أبواب الحديد. هنا معنا قائد عسكري ميداني، النقيب يعرفنا باسمه، وهو قائد المجموعة الخاصة التي قامت باقتحام هذه التبة وسيطرت عليها. أهلا ومرحبا، بداية اسمك الكريم. اسمي ناصر علي العواضي، قائد السرية الأولى الكتيبة الرابعة اللواء 5 حرس حدود. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا. بداية حدثنا عن الأهمية الاستراتيجية لهذه التبة، وأنتم استطعتم دحرها وقتل عدد من عناصر الميليشيا على هذه التبة، حدثنا عن الأهمية الاستراتيجية وما الذي تمثله لكم كجيش. والله الأهمية الاستراتيجية التبة هذا يعني هي التبة المهمة بالنسبة يعني لاتجاه الجيش الوطني باتجاه آل سبحان وباقم، وإن شاء الله في الأيام القريبة سوف نتقدم إلى باقم وإلى آل سبحان وما بعدها إلى يعني آخر يعني أطراف صعدة، ومساندة بالتحالف العربي، ونشكر التحالف العربي على المساندة العسكرية والدعم المالي والاقتصادي وشكرا. هل لديكم معلومات عن عدد القتلى الذي استطعتم قتلهم، أو هل هناك أسرى وما هي الغنائم؟ نعم، عدد القتلى يعني قناص وأربع جثث، القناص يعني صورته لديكم، والجثث لن نستطيع أن نصلكم يعني لما تطلعوا الصور حقهم، والغنائم يعني قناص ومعدل وقاعدة عيار 12 ومع قذائف وذخائر يعني عيار 12 وقذائف الأربيجي وشناط يعني ذخائر من شتى الأنواع مع المخازن. إذن رغم استراتيجية هذه التبة وهي يعد آخر موقع تتخندقون وتحتصرون فيه، إلا أننا نلاحظ على أن العدو منكسر ومنهزم، ما السر وراء هذا الهدوء الذي نحن فيه الآن؟ والله العدو منهار يعني خلاص في آخر رمق، ما يحتاج إلا الزحف يعني بعده وراه، وأنه يعني الضحايا يعني ما تتجاوز يعني العدد، بس ضحايا يعني لما تجلس الجيش يعني ثابت في المواقع فأنا سوف أضحي، لكن لما يتقدم فالضحايا بسيطة قليلة. انتقلنا الآن إلى موقع آخر وبه بعض القطع التي تم استعادتها من قبل وحدات اللواء 5. معنا هنا أحد الأفراد يشرح لنا ما نوعية وما هي هذه الأسلحة. هذه كما ترون ذخائر 14، وهذه مقذوف الأربيجي للأفراد، وهذه مقذوف للدروع، وهذا كما ترون قطعتين آلي صيني تم الاستيلاء عليهم من الميليشيات الروافض. إذا هذا بعض القطع في أحد المواقع. أيضا تم استعادة سلاح ثقيل تقريبا عيار 14.5 وكذلك عيار 50، وقد أعادت قوات الجيش الوطني استخدامه ونقله إلى مواقع متقدمة لاستخدامه على عناصر ميليشيا الحوثي. أحد قناصة الميليشيا يعمل على إشغالنا الآن في أثناء هذه التغطية. إذا كما لاحظنا هنا يقع الخط الإسفلتي الذي يصل إلى آل سبحان. زميل المصور معنا في الصورة أكثر الآن.
هذه المنعطف يؤدي مباشرة إلى منطقة آل صبحان، جبل الشعير والجبال الاستراتيجية والوعرة، سيطرت عليها قوات الجيش الوطني واستطاعت اجتيازها. هنا يظهر في الصورة آل صبحان. الأيام القليلة القادمة ستشهد عمليات مكثفة يقوم بها الجيش الوطني للوصول إلى آل صبحان، من ثم إلى مركز مديرية باقم. أسامة فراج، يمن شباب، من مديرية باقم، صعدة.